عودة مرة أخرى لضيوفنا في الاستوديو. معنا على الهاتف اللواء طارق مهدي، عضو مجلس الأمناء وعضو المجلس العسكري. أهلا يا فندم. أهلا بحضراتكم فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة حضرتك ما تدخليش في الموضوع ده على الإطلاق طول الحلقة، ويا ريت تنقلوا الصورة على السادة الضيوف. الحقيقة أنا كنت مستمتع بالحلقة جدا، وشايف إن المستوى راقي جدا لحلقة عندنا في البرنامج. ففوجئت ان احنا بنرسخ فكره ان الشارع منقسم والنخبه منقسمه. يعني اعذروني في اللي انا بقوله ده احنا عايزين نستفيد. يعني احنا الغرض كان ان احنا نستفيد ونتكامل، زي ما بقول كل مره بنتكامل في الرؤى، ولا يفسد الود قضيه، لان الهدف كله وطن. يعني مصر اولا مكتوبه وراك 4 مرات، غير انها اخبار مصر. فبرجاء النبي عشان احنا كلنا نستفيد والبلد تستفيد والرؤيه تبقى بالنسبه لنا ما فيهاش صراع، ما فيهاش انا يعني ما فيهاش تنافر على حاجه. ده احنا كلنا بنكمل منظومه، واحنا اولاد البلد، لا حد فينا هيعرف يخرج بره ولا حد هيقدر يسيب. انا اضطريت ادخل ليه؟ احنا البلد مستنيه بتتفرج علينا وعايزه تستفيد. لو تاكدت ان احنا حتى يعني لو احنا افترضنا ان لا الشارع مش مختلف. وبعدين انا هقول لحضراتكم ده احنا لما الناس دخلت الدكتور ممدوح دلوقتي قصدت انها تقوي حلقة. يعني انا اقصد ان يبقى المتدخل يعني في الطرف ليه رؤيه ومسموع وبنرد عليه بالراحه. معلش اسمحوا لي لو كان يعني ان انا اللي بقوله ده في يعني زياده ولا حاجه، لكن انا يعني بارجوكم ان احنا نكمل الحلقه عشان مصر كلها تستفيد. الاستاذ صفاء هتكون على الحياد، وبرجاء قللي التليفونات، لان اعتقد اللي موجودين مع حضرتك في الاستديو كافيين جدا انهم يغطوا الوقت، والوقت معاكم مفتوح ومش هنقفله غير لما نستفيد من الاخوه الموجودين. انا بكرر اعتذاري للتدخل في شغل حضرتك، وان شاء الله الحلقه تكمل على خير. شكرا. انا بأبادر ايضا.